السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد ووصفة جديدة وطريقة جديدة. بس يا ريت تعملوا لي لايك، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني بتمنى منكم ان كنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان اي فيديو انزله يوصل لكم الاشعار بتاعه. النهاردة بقى عاملة لكم وجبة عشاء تحفة جدا وكلها من بواقي التلاجة، مش هتخسري فيها اي حاجة. تابعيني في الفيديو دوت عشان خاطر تعرفي الطريقة عملتها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اكلة سهلة وبسيطة جدا وكلها من بواقي التلاجة. انا مش هقول لكم ان هي مش مكلفة ولا حاجة، بس هي كلها من التلاجة، ما اشتريتش اي حاجة من برة. ممكن تقدري تعمليها لولادك للغدا او للعشاء، او لو انتوا جعانين كده بالليل في السهرة ممكن تعمليها لهم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. معايا هنا ديت مكرونة بنة، ممكن تستخدمي المكرونة البنة ديت او اي نوع مكرونة تاني. انا هستخدم البنة، وعلى فكرة دوت مش كيس كامل، دوت كيس انا كنت واخدة منه قبل كده. ومعايا هنا دولت كانوا قطعتين لحمة مسلوقين، خدتهم برضو، دولت كانوا موجودين في التلاجة، ممكن تستخدمي فراخ عادي مفيش مشكلة. ومعايا هنا دوت فلفل اخضر، ومعايا فلفل اصفر الوان، وفلفل احمر زي ما انتم شايفين. الفلفل ده كان عندي في الفريزر اهو، يعني كلها حاجات من التلاجة، يعني مش هتضطر تجيب حاجة من بره. ومعايا هنا ديت صلصة طماطم مصلصاها برضو ومفرزاها في الفريزر. ومعايا هنا ديت بصلاية مقطعاها، ودولت فصين توم. والبهارات بقى معايا هنا ملح، ومعانا فلفل اسود، ومعانا بهارات. ومعايا هنا ديت جبنه موتزاريلا، النوع دوت نوع الاطباء، حلو جدا يا بنات، جميل جدا استخدموه، دسم كده وبيدي مطه حلوه جدا للجبنه. وممكن عادي يعني ممكن لو انت مش عايزه تحطي جبنه موتزاريلا عادي ممكن ما تستخدمهاش في الوصفه بتاعتنا. يلا بقى نروح البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا على البوتاجاز جبت حله معايا، واحط فيها شويه زيت، ما تكتريش عشان خاطر الزيت ما يبقاش كتير في المكرونه بتاعتك. اول حاجه هنا هنزل معايا بالبصل، وهسيبه كده لحد ما يتشوح معايا. هنا خلاص البصل اتشوح معانا، انا مش عايزه اديله لون، انا عايزه تشويحه بس. هنزل عليه بفصين الثوم، وهنزل باللحمه. طبعا اللحمه هنا معايا مستويه، عادي ممكن تحطي فراخ مش مستويه، وممكن تحطي فراخ مثلا كانت مسلوقه ومش هتتاكل عندك في الثلاجه ممكن تحطيها. ومعايا هنا الفلفل برضو، لو انت مش بتحبي الفلفل في الاكل عادي ممكن تستبدلي الفلفل ببابريكا، يعني ممكن تحطي بابريكا بس من غير طعم الفلفل ما يبان معاكي في الاكل. وهحط معايا جزء كده من الملح وجزء كده من الفلفل، ومش هحط البهارات دلوقتي. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا، انت بدون اي تكاليف او اي حاجه تطلعي حته لحمه عندك في الثلاجه العيال ما كلوهاش مثلا، وعندك طبعا الفلفل موجود وممكن ما تستخدمهوش اصلا. وطبعا كل بيت بيبقى فيه البصل والثوم والطماطم، يعني من غير تكاليف هتعملي اكله ممتازه جدا، جربوها والله هتدعولي ان شاء الله. هسيبها بقى لحد ما الفلفل يدبل كده فيها والبصل كده كله يدبل وكلها تاخد كده من بعضها، وارجع لكم تاني. خلاص كده كله تجانس معايا، هو على فكره يعني ايه ما دبلش ولا حاجه، بس هو يعني حتى على الاقل كده اللحمه خدت من طعم الخضار والخضار خد من طعم اللحمه. طبعا معايا هنا الصلصه، صلصه الطماطم اللي قلت لكم عليها، ومزوده عليها ميه، زودي عليها يعني حوالي كوبايه ميه او على حسب كميه المكرونه اللي معاكي. انا طبعا كميه المكرونه قليله جدا، يعني يعتبر ربع كيلو مكرونه،
انت عايزه تزودي كميه المكرونه بتاعتك مفيش اي مشكله. اهوت هنزل بقى ببقيه التوابل. اهوت بقيه التوابل والملح، واسيبها لحد ما تغلي معايا. انا عايزه كل دوت يغلي كده، هسيبها لحد ما تغلي وهرجع لكم تاني. خلاص اهو زي ما انتم شايفين الطماطم غليت معايا، طبعا هي اصلا متسبكه. هننزل بقى بالمكرونه. انا هنا كمان مش هاخد الكيس كله، مش هاخد اللي باقي كله، يعني انا يعتبر كده كيس المكرونه عملته على 3 اتلات. عايزه تعملي انت الكيس كله عادي براحتك، بس انا عشان خاطر هعمل على قدي انا وبنتي بس، فايه يعني ما هقدرش يعني منها وكده. وهسيبها بقى لحد ما تبتدي ان هي تتشرب معايا، وهبدا ان انا اهدي النار عليها. خلاص يا بنات كده المكرونه استوت معايا وبقت تحفه جدا، وشايفينها اهوت ولا في اي مكرونايه متفتحه ولا هي معجنه ولا اي حاجه، وجوسي جدا. لو انت عايزه ان هي ما تكونش جوسي كده ممكن تقللي صلصه الطماطم اللي احنا حطيناها في الاول. انا هنا اهوت غرفتها في طبق، عايزه اقول لكم كانت روعه، طعمها بجد كان تحفه جدا. جربوها بالطريقه ديت والله وهتدعولي. ممكن لو انتوا عايزين تاكلوها كده تاكلوها عادي مفيش مشكله، من غير ما تحطوا لها اي جبنه موتزاريلا او اي حاجه، تاكلوها كده جنبها بطاطس محمره او بطاطس شيبسي، هتبقى تحفه جدا. تعمليها كده وجبه غدا او عشاء تبقى جميله جدا. بس انا طبعا بحب الجبنه الموتزاريلا تتحط على الوش بتاعها، وتبقى المطه كده بتاعتها جميله. والجبنه الموتزاريلا ديت زي ما قلت لكم غنيه جدا وحلوه قوي، وطعمها اساسا طعم الجبنه ذات نفسه بيبقى طعمه حلو جدا بتاع الموتزاريلا دي. لو انتي ممكن ما تحطيهاش زي ما انا حطاها كده، ممكن تحطي المكرونه في طاجن وتحطي على وشها الجبنه الموتزاريلا وتدخليها تحت الشوايه تاخد وش كده، انما انا بحبها تكون يا دوب الجبنه سايحه فيها كده وبتبقى جميله جدا. والطبق بتاعي هو تخلص، يا دوب هتسيبيها دقيقه واحده سخونيه المكرونه هتسيح الجبنه اللي على الوش، وبالف هنا وشفا على قلبك يا رب. جربيها بجد هتدعيلي والله على الوصفه الجميله دي، اهيت يا بنات تحفه جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، اللي لسه مشتركش يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان خاطر اي فيديو انزله يجيلكم الاشعار بتاعه. يا رب تكون الوصفات بتاعتي بتعجبكم، وما تحرمنيش بتعليق حلو منك لو عجبتك الوصفه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.